وزارة الشباب والرياضة أصدرت قرار بإطلاق اسم الراحل أحمد رفعت لاعب منتخب مصر ونادي مودرن سبورت على مركز شباب إبشان التابع لإدارة بيلة بمحافظة كفر الشيخ مسقط رأسه تخليدا لذكراه وسيرته الطيبة طوال مسيرته الرياضية. نادي الأهلي حقق الفوز على طلائع الجيش بنتيجة 2-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد القاهرة ضمن منافسات الجولة 30 لبطولة الدوري المصري الممتاز، وبالنتيجة دي بيرتفع رصيد الأهلي ل 57 نقطة في المركز الثاني بجدول الدوري، بينما توقف رصيد طلائع الجيش عند 35 نقطة في المركز 11. عمرو السولية لاعب نادي الأهلي حصل على جائزة رجل مباراة فريقه أمام طلائع الجيش. وفريق بيراميدز فاز على الاتحاد السكندري بنتيجة 4-0 في المباراة اللي جمعتهم باستاد الإسكندرية في إطار لقاءات الجولة 30 من بطولة الدوري، وبالفوز ده بيهيمن بيراميدز على المركز الأول في الجدول برصيد 68 نقطة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز العاشر برصيد 38 نقطة. فخري لاكاي لاعب نادي بيراميدز حصل على جائزة أفضل لاعب في لقاء الفريق أمام الاتحاد السكندري في إطار بطولة الدوري الممتاز. فريق فاركو فاز على فريق الداخلية بنتيجة 2-0 في المباراة اللي أقيمت امبارح على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة 30 من عمر الدوري المصري، بكده بيرفع فاركو رصيده ل 29 نقطة في المركز 15، بينما توقف رصيد الداخلية عند 19 نقطة في المركز الأخير. عمرو ناصر لاعب نادي فاركو حصل على جائزة رجل المباراة لمواجهة فريقه أمام نادي الداخلية بالجولة 30 من عمر الدوري المصري الممتاز على ملعب حرس الحدود. منتخب مصر الأول لكرة اليد بقيادة مديره الفني خوان كارلوس باستور اتعادل مع منتخب سلوفينيا بنتيجة 27-27 ودياً في إطار الاستعداد لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024. كده خلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود مرة تانية لمنا ومحمد لاستكمال باقي فقرات. صباح الخير يا مصر. شكراً ليك يا هالة.